السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: الاغتيالات في العراق وتدويل القضية. يعيش العراقيون في حالة غياب تام لحقوق الإنسان وحق التعبير عن الرأي منذ الاحتلال الأمريكي في عام 2003 ولغاية الآن، حيث فقد العراق الكثير من أبنائه نتيجة الاغتيالات وفرق الموت الطائفية التي خطفت واغتالت الكثير من العراقيين نتيجة رفضهم للأفكار التي تخالف توجهاتهم وانتماءاتهم الفكرية والعقائدية. ومنذ انطلاق ثورة تشرين في العام الماضي يتم رصد حالات مستمرة لاغتيالات ناشطين في التظاهرات وصحفيين ومحامين نقلوا حقيقة القمع الحكومي والميليشياوي الذي يتعرض له المتظاهرون السلميون. نطرح هنا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة مجموعة من الأسئلة: لماذا غابت حقوق الإنسان عن العراق طيلة 17 عاما مضت؟ ألا ينص دستور أحزاب العملية السياسية على حق التعبير عن الرأي والتظاهر، فلماذا يتم قمع المتظاهرين؟ نقابة المحامين العراقيين تسعى لتدويل قضية استمرار الاغتيالات في العراق، هل تعتقدون أنها خطوة متأخرة من نقابة المحامين؟ في ظل الاعتراف الدولي على وجود قمع حكومي واضح للعراقيين بشكل عام والمتظاهرين بشكل خاص يتم على يد أحزاب السلطة وميليشياتها، لماذا يغيب التدخل الدولي؟ هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها إن شاء الله في هذه الحلقة. بإمكانكم أن تشاركونا من خلال أرقامنا أو من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين للحديث معنا وللإجابة عن هذه التساؤلات التي نطرحها. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. يقول لي اصعد قول يا ريت وطن لا تخاف، ما تشبع ما تشجع ما تخاف. ما اخاف لا على الاحزاب الفاسده ولا على كل اللي اخاف، ولا نرجع يقتلوا يقتلونا نيه الف، ما نرجع ما نخاف، ما نرجع ما نخاف. دم غير حجر والله. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. قبل أن نبدأ الاستقبال الاتصالات لدينا بعض المقاطع التي نود أن نشاهدها مع حضراتكم حدثت خلال الأسبوع الذي مضى. أولا من اغتيال الفنان عبد القدوس قاسم والمحامي كرار عادل من قبل الميليشيات في محافظة ميسان، فنشاهد. خلي العالم يشوف هذا قديس العمارة، هذا قدوس العمارة، وهاي أمه، وهذا كرار، هذا كرار. اليوم قتلوهم الأندال، قتلوهم الحكومة، أحزاب الحكومة كلها قتلتهم. خلي يفرحون، هاي أمه، شوفوا لوعة أمه، شوفوا. الله أكبر عليكم. الله أكبر، الله أكبر. أمك تخرب عبد، تخرب عبد، عبد شهيد. في هذا المقطع نتابع تشييع الشهيدين في ساحة اعتصام مدينة العمارة، فلنشاهد. هذا تشييع قدوس العمارة، قديس اليوم قتلوه بدم بارد، قتلوه الجبناء، قتلوه الأندال. العمارة اليوم كلها تنعى عبد القدوس قاسم. ولدينا في مقطع آخر مشاركة أهالي ميسان في تشييع الفنان الشهيد عبد القدوس قاسم، فنشاهد.
طبعا مشاهدينا الكرام، لجنة التظاهرات اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين نعت الشهيدين الناشطين في التظاهرات عبد القدوس قاسم وكرار عادل. قالت اللجنة إن الأيادي العميلة اغتالت الشهيدين في محافظة ميسان لا لذنب إلا لأنهم نادوا بعراق ذو سيادة ولا يتم التحكم به من خارج الحدود. أكدت اللجنة أن المتظاهرين في مختلف المحافظات سيسيرون على درب الشهداء حتى تحقيق أهداف الثورة وتحرير العراق ومحاسبة القتلة. أيضا مفوضية حقوق الإنسان الحكومية في العراق أدانت جرائم الترهيب والاغتيال والخطف في محافظة ميسان وغيرها من المحافظات العراقية ضد المتظاهرين والناشطين والصحفيين. أكدت المفوضية في بيان أن هذه الأفعال تعد انتهاكا صارخا لحق الحرية ولحق الحياة وحرية الرأي والتعبير، مطالبة الحكومة والقوات الأمنية بكشف الجنات وتقديمهم للعدالة وتوفير الحماية الكاملة للمدافعين عن الحق في التظاهر السلمي. دعت الحكومة إلى كشف الجنات. ألا تعد الحكومة هي المتسبب الرئيس بهذه الانتهاكات التي تحدث للعراقيين بالسماح لها للميليشيات وفرق الموت أن تنتشر في العراق وفقدانها السيطرة على النظام الأمني وفقدانها السيطرة على السلاح؟ ألا تعد الحكومة هي المسؤول الأول قبل أي جهة أخرى على أرواح العراقيين وعمليات الاغتيالات التي تتم والخطف وغيرها من انتهاكات ضد العراقيين؟ لو كانت هذه السلطة مسيطرة على النظام الأمني، هل كان العراقيون ليشاهدوا فرق الموت والاغتيالات تنتشر فيما بينهم والميليشيات تحمل السلاح وتضاهي الدولة بل تتجاوز على الدولة بقوتها وبسطوتها؟ من معنا الآن؟ السيد علي من بغداد، تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أشكر برنامجكم. أهلا وسهلا. أنا علي المداوي، أحد أقرباء ميلاد، ناشط ميلاد المختطف. نعم. ميلاد من يوم 23/2 انخطط الساعة 11 بالليل. نعم. ولحد هاي اللحظة احنا ما عندنا اي خبر عنه. هل اكو جهة اتهموها انه هي اللي خطفته؟ بصراحة انا اعرف الجهة بس ما اذكر لك الاسم. نعم، واضح واضح واضح. نعم. هو من 1-10 اذا اكو مجال احكي يعني. تفضل، خذ راحتك خذ راحتك. من 1-10 هو متظاهر. انضرب مرتين بالصواب وبقى مستمر. يوم 23 بالليل اجى رجع لي البيت حتى يسبح وياكل ويرجع للتحرير. نعم. انضرب العفو انقطف من يم البيت من قدام باب البيت من شارع فلسطين. نعم. بالضبط حسب الكلام اللي يقولوه المنطقه يقولون سيارتي نوع بيك اب بدون ارقام، موديل جديد يعني موديل حديث. نعم. شايدي وما وهاي رحنا على السجون، رحنا على معتقدات، رحنا على مستشفيات. ماكو اي اثر على الولد. نعم. يعني هواي هواي حاولنا نريد بس احنا اللي نريده اوكي اخذوه ماشي اوكي اخذوه، نريد نعرف عايش لو ميت. هسه ما يخالف اخذوه اوكي خلي اخذه، اريد بس واحد يقول لي عايش لو ميت. سيد علي واحد يعرف شلون يتصرف. سيد علي اريد اسال حضرتك كم سؤال اذا سمحت لي. حضرتك قلت انه الجهه اللي خطفت ابنكم ميلاد هي جهه معروفه انتم تعرفوها. اي نعم انا اعرف الجهه. طيب يعني هل تواصلتوا ويا جهه حكوميه باعتباركم انه تعرفون الجهه اللي انتم اللي خطفت، او ذهبتوا مباشره باعتبار اغلب الميليشيات بالعراق عندها مكاتب وعندها مراكز؟ احنا رحنا. طيب وحكينا وهواي شغلات سويت بس ياهو اللي نروح له يقول مو يمني. يعني ينكر، يجي قدامك ينكر يقول مو يمني. على هواي جهات رحنا. نعم. ليش ابنكم يعني بالذات اللي تعتقدون انه هو خلال قناتكم انتم تساعدوني بس اريد اعرف هذا الولد عايش ميت وين ذاب بي؟ نعم. وين ساجني وين مودي؟ صار تقريبا 18 يوم. نعم. الحكومة الجهات الحكومية شو تقول لكم؟ تقول مو يمنا.
مو يمني، وماكو طريقة ان هم يدورون بها عالية، او انتو باعتباركم ان تعرفون الجهة اللي قامت بخطفة انو تبلغون عليها تتهموها؟ مو الشيء اللي يكون عندنا اثبات، احنا اثبات على هذا الشيء هم ما عندنا، وانما السيارات اللي اخذوه نعم. يعني عندنا علم السيارات اللي هي جهة تابعة نعم. سيارات ما في كب بدون ارقام وموديل حديث، يعني هو يعرفون هاي السيارات اسم الثانية نعم. فما نعم. يحتاج اقول الاسم او اسم الجهة نعم. سيد علي، انا يعني بصراحة حضرتك لست الأول وطبعاً لن تكون الأخير في هذه المأساة اللي يعيشها العراقيون صحيح. بشكل عام صحيح. أتمنى رسالتك وصوتك يكون وصل. إذا حابب أي شيء ثاني تضيفة تفضل، لك الكلمة. والله أنا إلي أريده يعني شغلة واحدة نعم. أريد بس أعرف هذا الولد عايش لو ميت نعم. إذا ميت حطوني حجة ثماته نعم. إذا عايش قلوا لي إيش قد راح يعني حاكمه، مش قال سنة 10 سنين ما يخالف، بس نريد نعرف بس هذا الولد وين. نعم نعم. ونطالب من هاي الجهات لأنه يعوفون الناشطين، لأن هو طلع يريد وطن، وأنا منعته أشتم مرة من هالشغلة، بس هو بقى مستمر وتصوب مرتين، هواي حاولت هواي يعني هواي شغلات سويت، قلت له يا ابني يا أخوي يا حبيبي أقعد ببيتك، ماكو بقى يعني قافض يريد وطن، وإنما لا مسلح لا شيء إلا فتي أذي بناس، واحد فقير وسل على جماعته اللي هناك وما عاد أذي على أحد، بس طالب يطالب بالوطن نعم وشاله واخذه. سيد علي، أنا أقدر موقفكم وأتمنى إن شاء الله أن تعرفون أو تسمعون أخبار طيبة عن ابنكم، وأشكرك للمشاركة معنا، وحقيقة يعني هذه قصص مؤلمة جدا أن نسمعها من العراقيين، لكن هذا هو واقع الحال مشاهدينا الكرام اللي يعيش العراقيون كل يوم، أنه شاب أصر على الخروج في هذه الثورة للمطالبة بوطن لاستعادته من هذه الجهات والميليشيات اللي سرقتها من الأبناء، رغم أنه هو تصوب، رغم أنه هو تحذر من أهله، لكن أصر، وبالتالي نتيجته أنه تم إخفاء على يد ميليشيات الرجل علي من بغداد. أنا أشكره طبعا المشاركة، نقدر موقفه ونتفهم خطورة أنه هو رجل يتكلم بالهاتف ويتهم جهة معينة من الميليشيات، يخاف الرجل على حياته وعلى حياة عائلته، وهذا شيء احنا نتفهمه ونقدره وحقه طبعا. فالعراق دي يعيش بهاي المأساة حقيقة، وميلاد وغيره كثير من شباب العراق أبناء العراق يعانون من بطش الميليشيات وقمع فرق الموت التي تنتشر في كل محافظة عراقية. أبو عمار من ذي قارة، تفضل يا أبو عمار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا أبو محمد، حياك الله، أهلا وسهلا، الحمد لله. تحياتي لكم ولأخوة الشريفة. الله يسلمك ويبارك بك. جنات أصيلة رحت على روح حارس الظاري نعم سعد محمد. نعم. الدول العربية تتفرج على الشعب العراقي، الدول العربية موقفها ضعيف. نعم. الدول العربية حتى المملكة العربية السعودية تكون لها موقف تجاه المتظاهرين، هم راح يوفرون الاستقرار يا أبو عمار من ذي قارة. أتمنى رسالتك تكون وصلت، رغم أن هناك مشكلة بالصوت، لكن واضح الكلام. أبو عمار يدعو الدول العربية لدعم العراق ومساندته الشعب العراقي تحديدا في سبيل الخلاص من هذه الطغمة الفاسدة كما وصفها هذه الأحزاب والحكومات.
ستعرف المنطقة العربية، المنطقة المحيطة بالعراق، الدول المحيطة الاستقرار باستقرار العراق. هذه رسالة من السيد أبو عمار من ذي قار. طبعا علي الحلفي ناشط في محافظة البصرة، ناشط في التظاهرات، تم اغتياله قبل أيام على يد الميليشيات في محافظة البصرة، ودعونا نشاهد تشييع هذا الشهيد الناشط، فنشاهد. طبعا أيضا نود أن نشاهد مع حضراتكم تظاهرات في محافظة البصرة للتنديد بعملية اغتيال الناشطين في التظاهرات، سواء كانوا في البصرة أو في غيرها من المحافظات العراقية. معنا الآن مشاهدينا الكرام السيدة آيات من النجف، تفضلي آيات. شلونك أستاذ محمد؟ أهلا وسهلا، الحمد لله. تفضلي آيات. الله يشافي جرحانا إن شاء الله. آمين. بحق محمد وآل محمد. آمين. الله إن شاء الله يطلع الفاسدين. نعم يا آيات. ألو. وياك آيات، تفضلي. آيات تسمعيني؟ ألو سيدة آيات تسمعيني؟ الله شاف جرحانك يا الله. آمين. سيدة آيات، إذا كنت بخصوص العفو العام. طيب نعم تفضلي. أطالب بالعفو العام. نعم. عندكم أحد أنتم بالمعتقل أو بالسجون يا آيات دت طالبي له بالعفو العام؟ لو أنت دت تريدين بشكل عام. إي عندي أبوي. نعم. نعم يا آيات. أهلنا قدامي وأطالب بالعفو العام. طيب. آيات. آيات وصلت الرسالة، أنا أشكرك للمشاركة، كنت معنا من النجف. نتفهم ونقدر، وهذه الدعوة وهذا المطلب ليس أول مرة يقال أو يخرج للعلن. العراقيون منذ الاحتلال يطالبون بالعفو عن أو بإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء. كانت هذه مطالب خرجت في تظاهرات كثيرة سابقة قبل ثورة تشرين، خرجت في المحافظات الغربية المنتفضة التي قمعت على يد حكومات ما بعد الاحتلال، تحديدا نور المالكي ثم تلاه العبادي وجاء عبد المهدي وأكمل عليهم أيضا. كانت المطالب من ضمنها، مجموعة من المطالب من ضمنها إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات الأبرياء في السجون السرية والعلنية للحكومة والميليشيات، لكن لم يسمع أحد هذه النداءات واستمروا ببطشهم وقمعهم للعراقيين. ولذلك يعني هذه الحكومات وهذه الأحزاب لا يرتجى منها شيء حقيقة. فهذه النداءات من السيدة آيات، نعم نتمنى أن تتحقق، نتمنى أن يتم العفو عن جميع المعتقلين الأبرياء وأن يخرجوا من السجون والمعتقلات، لكن لا يوجه إلى هذه السلطة، يوجه إلى العقلاء، إلى الشرفاء، إلى الوطنيين، من سيأتون إن شاء الله لحكم العراق. طبعا أيضا لدينا مقطع نود أن نشاهده مع حضراتكم، وهو استنكار ثوار ساحة شهداء الديوانية عملية اغتيال المحامي كرار عادل والفنان عبد القدوس قاسم في محافظة ميسان. باجر عالطغيان يدوس، كل ما من عدلة كتلون
يوم الموت سمعه جايتنا. الآن مشاهدينا الكرام معنا السيد مظفر من السماوة، تفضل يا مظفر. سيد مظفر تسمعني؟ مظفر من السماوة موجود؟ فقدنا الاتصال مع السيد مظفر من السماوة. طيب نكمل مشاهدينا الكرام مع حضراتكم مشاهدة بعض المقاطع المتعلقة بموضوعنا اليوم. شيخ الجنابيين في مجلس عزاء الشيخ الناشط سجاد الجنابي أبو أحمد الذي تعرض لمحاولة اغتيال في محافظة بابل، فنشاهد أو في بابل اغتيل في بابل. يستنكرون معتصمون أهالي الديوانية اغتيال الناشطين عبد القدوس وكرار من أهالي ميسان وكل الأحداث عمليات القمع التي تحدث الآن لكتم الحرية وصوت الحرية. ميسان دمش بعيون ميسان، دمش بعيون ميسان، دمش بعيون ميسان. طبعا كانت هذه هي من ساحة الديوانية حقيقة، من المتظاهرين في ساحة الديوانية هذا المقطع كان. سنعرض مقطع شيخ الجنابيين بعد قليل. مشاهدينا الآن نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. السيد مظفر من السماوة عاد مرة أخرى للمشاركة، تفضل يا مظفر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا حول طبعا أهنيكم على هذا البرنامج الرائع. الله يسلمك. السيد الفاضل. نعم. السيد الفاضل حول هاي العراق والظروف المؤلمة والظروف المؤلمة اللي يمر فيها العراقيين كافة. نعم. السيد الفاضل يجب علينا عندما نتكلم يجب أن نتكلم بالحقيقة ونضع النقاط على الحروف. طيب. السيد الفاضل العراق الشعب العراق شعب العراق حكومة عراقية وطنية تحتقمه مجموعة أحزاب وكل حزب يبحث عن مصالحه الخاصة. نعم. والشعب العراقي هاوية. وإذا تبقى هذه الأحزاب مسيطرة على الحكم المواطن العراقي يعني مواطن هاوية يعني يعني حكم بالإعدام. وأنا أقول من خلال هذا برنامج رائع إذا نحن العراقيين يجب علينا أن نقضي على هذا الذي نمر فيها يجب علينا أن نقوم بمساعدنا أكنا ونقضي على هذه الأحزاب. نعم. الأحزاب الأحزاب كل حزب هو حزب السابق. نعم. هي هذه الحقيقة أما المظاهرات وظروف الأعلام يعني سيد مظفر من السماوة أنا أشكرك للمشاركة. سيد مظفر من السماوة وضحت الفكرة. طبعا مشاهدينا الكرام دائما وهناك أفكار وآراء ونتفهم حقيقة مشاعر كثير من العراقيين الغاضبين حول فكرة عندما يشاركون البعض منهم يتحدث عن فكرة الثورة يجب أن تتحول إلى شيء آخر غير السلمية
لأنها من وجهة نظر بعض المشاركين يرونها الطريقة الأمثل لإنهاء هذه المأساة التي يعيشها العراقيون. نؤكد هنا أن إصرار العراقيين على سلميتهم هو الذي الأمر الذي أحرج العالم للنظر إلى القضية العراقية التي كانت مهمشة لسنوات طويلة. السلمية هي التي كشفت الأقنعة عن كثير من الوجوه التي كانت تحاول أن يعني تمثل على العراقيين، أن تتلاعب بالعواطف والمشاعر، أن تستقطب الناس بأمور معينة، فشلوا في فعلها عندما تحولت التظاهرات واستمرت إلى سلمية طيلة هذه الفترة الطويلة. يصر العراقيون في الساحات على سلميتهم لأنهم يرون أنها الحل الأنجع في الخلاص من هذه الطغمة الحاكمة. ونؤكد هنا أن كانت هناك محاولات كثيرة من الأحزاب من الميليشيات لشيطنة التظاهرات لدفعها لأن تكون غير سلمية، وبالتالي يأخذون الحجة لكي يقمعوا أو الذريعة لكي يقمعوا الثورة بكافة الوسائل المتاحة بغطاء دولي طبعا، ويقولوا بأن خلايا نائمة وإرهابيين. اتهموا ناس أعمارهم 15 سنة و17 سنة أنهم بعثية ودواعش، والناس لا شايفة حزب البعث ولا تعرف عنه شيء ولا شايفة تنظيم الدولة، ومع هذا تم اتهامهم بهذه الاتهامات لأنهم خرجوا بشكل سلمي وطالبون بوطن. نتفهم طبعا هذا الموضوع، لكن لا يوجد هناك تأييد لفكرة حمل السلاح في التظاهرات الآن. أبو حسين من الرمادي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وأحيي قناة الرافدين. أهلا وسهلا. وكل كادرة. أخي أستاذ محمد، بالنسبة هاي الميليشيات وهاي العصابات هي مدفوعة من قبل إيران. نعم. يعني حتى تغضي على الشعب العراقي، وذول المعتقلين هم مو معتقلين وإنما أسرع عندهم، لأنه ماكو قانون، أكو قانون يحمي الشعب العراقي. هذول جايين مدفوعين من إيران لأنه طلاب الثار ونامي لك على المعتقلين بجميع كلها سرية. طلاب الثار من منو؟ بالناصرية ويا الشعب العراقي من قبل إيران لأنهم مدفوعين علينا. شنو اللي مسوي الشعب حتى يجون ذولا يثأرون منه؟ أستاذ محمد، احنا كاوننا 2 سنين إيران، هاي كلها يعني شلون طلاب الثار تعلموا من قبل إيران يغضون على الشعب العراقي. واحنا الناشئ الجامعة العربية والأمة العربية يا أستاذ محمد. نعم. يعني شنو موقفه؟ شنو السكوت؟ ليش صار عارفين الشعب العراقي وهاي الدول العربية اللي قاعدة؟ لأن دول الناشطين الناس الأبرياء اللي طالب بحقوق ويطالب بوطن. يعني هي الميليشيات والأحزاب اللي جاي تقتل بالشعب العراقي. نعم. على أي أساس؟ نعم. يعني الشعب العراقي ترى مظلوم أستاذ محمد. نعم. يعني إذا ما يرجعون قاسي الجيش النظام السابق، والجيش النظام السابق العراق ما يتحرر. ألا بجيش العراق السابق. طيب أبو حسين، أنا أشكرك من الرمادي. طبعا الآن نشاهد مع حضراتكم مشاهدين الكرام كلمة شيخ الجنابيين في مجلس عزاء الشهيد الناشط سجاد الجنابي أبو أحمد الذي تم اغتياله في محافظة بابل، فلنشاهد. كل محبين وهذا طبعا أجر ما هو يعتبر شهيد من الشهداء القيسور ضد طاغية أو ضد ظالم، هذا شهيد وفي الجنة، وإن شاء الله سجاد في عليين. وعن نشكر موقفكم الجيد، نشكركم أنتم على هالموقف المحترم، وباسم أخوتي وعمام الجنابين نشكركم كل الوجوه وكل الناس الموجودة في الساحة، ونطلب من عندكم تضامن ويانا لنبحث عن دم سجاد ونبحث عن قاتل سجاد. هذا وعد، هذا عهد يا ابو احمد، ما نسكت بعد. مشاهدينا معنا الان السيد ابو حيدر من ذي قار، تفضل يا ابو حيدر. السلام عليكم استاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا نشكركم ونشكر قناه الرافدين اللي هي تتواجد في كافه محافظات قطر العراق. واجبنا يا ابو حيدر. الله يعزك استاذنا العزيز. بس احنا للاسف اليوم نقول على حكومتنا اللي هي قاعده هسه منتج ما تعرف كنو المعتصمين اللي موجودين بالمحافظات. نعم. والجرحى اللي راحت من عندنا والشهداء اللي راحت من عندنا والامراض اللي هات تخلط علينا من ايران، يعني ما يقدرون انه يسدون الحدود لفتره معينه
يسدون المطارات فترة معينة. هيش يعني احنا قلت منتهي يعني امورنا منتهية، ما عندنا كل علاج يعني بس لا عندنا علاج ولا 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 يدزون مواد غذائية للمواطنين ولا مستشفياتنا بها ادوية ولا كل شيء نقدر على هالبلد. اكثر شيء انه قاعد يتفرجون علينا. وفوق هذا وفوق هذا يا ابو حيدر وفوق هذا لما تعترض وتطلع بالشارع الطالب بحقك، تجي عليك الميليشيات والقوات الحكومية تغتالك وتقمعك وتعتقلك وتخطفك. لا استاذي انا سعيد في محافظة الذكار، يسمونها احنا محافظة الذكار، ما يجي علي ويقول لي تفضل اصعد بالسيارة. مو بكيفه مو بكيفه هذا منو اللي مو بكيفه؟ وشغاله ياخذونها والفلان ياخذونه. نعم زين هاي وحدة. الدرجة الثانية هي محافظة الذكار المنكوبة، محافظة ذيقار منكوبة من الأكثر أكثر شهداء أكثر جرحى اللي هي موجودة وضحت واعتبروها منكوبة، صوت عليها البرلمان وافقوا عليها. شنو احتراض المحافظات بيها؟ زين الأنبار والرمادي والمناطق الشمالية احتبروهم منكوبين وانطوهم كل واحد كل بيت 100 مليون. احنا يعني يا أبو حيدر بس حتى اسمح لي أبو حيدر حتى لا يصير ترويج خاطئ. أهالي المحافظات الغربية بالملايين بعدهم بالمخيمات، مخيمات النزوح. الحكومة تقول أكو ترويج، ربما من المحافظة عندكم، ربما من مجلس محلي، ربما تسمعوها إشاعة. كل عراقي قالت هاي الحكومة عليه، حتى لو قالت إنه هو بمحافظة منكوبة، لا عوضته ولا عوضة أهله، لا بالأنبار ولا بغير الأنبار. جميل الشمري اللي ارتكب مجزرة قاعد هسه يتصور، وزارة ذيك المرة وزارة الخارجية نشرت صورة له. يعني هاي الإشاعات هم دا يريدون يثيرون هاي الفتن، انه شوفوا فلان عندهم دا نعطيهم مخصصات، انتم مثلا ما عندكم. يعني هاي البلبلة والفتن، كل العراقيين دا يعيشون بمعاناة. العراقيين الآن بالغربية بالمخيمات، وانتم الله يعينكم على القمع اللي شغال عليكم من قوات حكومية وميليشيات. والله استاذ العزيز والله لو تجي تزور يعني قناتكم تزور مستشفى مالنا العام هذا يعني ما بي كل علاج. يعني اخر شيء اذا يشوف المريض انه كلش مريض متوازي يكتب له علاج من برا. نعم من برا علاج ما عندنا ما متوفر، يقول لك الصحه ما مفرت لنا علاج. نعم ابو حيدر الله يكون بعونكم، وانا اشكرك للمشاركه. طبعا بودنا والله أنه نكون متواجدين في العراق، نحاول بقدر الإمكان أنه نكون متواجدين، ولكن نخشى أيضا على من يساعدنا في إيصال المقاطع وغيرها، أنه نخشى على حياتهم، يعملون شوية بالخفاء. لكن بودنا أن نكون متواجدين في العراق لكشف وفضح هذه الانتهاكات والجرائم التي تحصل، لكن قناة معارضة بالنسبة لهذه الأحزاب، وبالتالي هي مرصودة ومستهدفة. والصحفيين والناشطين الآن اللي يشتغلون بالعراق كلهم معرضين للخطر، كلهم حياتهم مهددة، ويوميا نسمع واحد تم اغتياله والاعتداء عليه وخطفه وغيرها. فطبعا يعني الله يكون بعون كل المحافظات العراقية اللي تعاني من سلطة هذه الأحزاب وبطشها وقمعها. دعونا نشاهد مشاهدينا الكرام المقطع أيضا. لدينا في محاولة لاغتيال الناشط رضا العقيلي في محافظة ميسان، كانت محاولة فاشلة ونتمنى له السلامة، فلنشاهد. طبعا الحمد لله أنها لم تصبه هذه الرصاصات، نتمنى له السلامة طبعا. وهي محاولة فاشلة كانت من قبل ميليشيات كما تشاهدون. السلاح منتشر وفرق الاغتيالات والموت منتشرة في العراق، لا يوجد حساب، لا يوجد عقاب، لا يوجد قانون، لا نظام يقمع هذه الميليشيات يضعها عند حدها، يقوم بحصر السلاح بيد الدولة. وهذه الجملة اللي سمعناها على مدار حكومات متعاقبة كثيرة، حصر السلاح بيد الدولة، لا يوجد أي حصر لأي سلاح، السلاح بالعكس يدخل من إيران ويزداد انتشار السلاح في العراق بيد الميليشيات وفرق الموت الطائفية. من معنا الآن؟ علي من واسط، تفضل يا علي. السلام
علي؟ نعم. تفضل يا علي، حياك الله. علي أسمعك، تفضل. أخذنا اتصال مع علي. السيدة أم أحمد من بغداد، تفضل يا أم أحمد. شلونك أستاذ؟ أهلا وسهلا. أستاذ عيني، المسألة أنه تدويل قضية العراق. نعم. نعم ممكن تدويل، ولها سياقات وضوابط يعرفوها الاختصاصيين. نعم. وحاليا أكبر دليل عليها أنه بألمانيا. نعم. محكمة للقادة السوريين اللي دي أثبتوا أنه الزاوية يعني يعذبوا المعتقلين وجرائمهم بتوثيق، يعني شفناها قبل مدة. العراقيين، احنا هسه العراقيين شنو وضعهم؟ العراقيين احنا اي يعني موجود هيجي اكو تدويل. ام احمد اني سؤالي كان عبيه. سؤالي كان يا سيدة ام احمد، نقابة المحامين العراقيين يعني استنكرت عمليات الاغتيال التي تستهدف المحامين وقالت سندول القضية. طيب هاي الس مال المستقبل، ليش انه لحد الان القضايا في العراق، قضايا الاغتيال لم يتم تدويلها من بعض النقابات وبعض المؤسسات اللي مسؤولة عن حماية صحفيين محامين أو تمثلهم؟ يعني ليش بعدنا الآن في مرحلة الساء ندول القضية؟ هي هاي سوف وس نعم، هي هنا إحنا مشكلتنا، هي هنا مشكلتنا. نعم. شعب طالع متظاهر طالب بحقوقه. نعم. وآخرين يستفادون من هذا اللي دا يصير، عندهم مخططات، عندهم انتماءات، هذا نعم. الأمر إحنا نعرف، أو إحنا إذا ننتظر تدخل الأمم المتحدة أو تدخل دولي هذا الأمر ما يصير إلا أمريكا تمطي الأمر. طيب يلا تتدخل الدول، هذا شيء معروف، عندها مخطط معين وسياقات تنشأ عليها. نعم. إحنا اللي مطلوب من عندنا نبقى إحنا صامدين. نعم. ونقاوم، وإحنا اللي انتخذنا هاي الأصابة ما تقول الحكومة. نعم. إحنا اللي اتخذناهم وجبناهم، إحنا اللي نطلعهم وإحنا اللي نحاس، الله سبحانه وتعالى ويا الحق وإحنا على حق. نعم. ونقول حسبي الله ونعم الوكيل بهم ولا يصح إلا الصحيح. نعم. هذا الوقت اللي تنعرف به المواقف. صحيح صحيح. والله يحفظ الجميع إن شاء الله. وما نبقى إحنا نبقى نقول هذا وهذا وذاك استوى، ننتظر موقف من أحد ونقول إحنا يلا نتحرك. نعم. هذا الكلام بعد ما يفيد، إحنا ما عندنا غير هاي الثورة أملنا، ويحفظ الجميع إن شاء الله وتنطلق الثورة ونحاكمهم إحنا جبناهم وإحنا نحاكمهم. نعم. ولا يصح إلا الصحيح. شكرا يا سيدة أم أحمد، كنت معنا من بغداد، أنا أشكرك للمشاركة. طبعا تذكرون مشاهدينا الكرام الكاتب والروائي علاء مجدوب الذي تم اغتياله في محافظة كربلاء أمام داره ب13 رصاصة أطلقت على جسده على يد ميليشيات. ابنه مصطفى كشف أنه اتصل بموظف قانوني في لجنة تعويضات العمليات الإرهابية بمحافظة كربلاء، طالب بأنه يحصل على تعويض، ويعتبر باعتبار أن والده شهيد يحصل على تعويض مادي نظير ما تعرض له والده من اغتيال. رد عليه الموظف قال له أرسل لي مقال لوالدك يثبت أنه هو كاتب شيء عن الميليشيات. مصطفى ابن علاء مجذوب دور ما لقى، اتصل بالموظف قال له ما عندي اللي يثبت أن والدي كتب شيء عن الميليشيات. قال له إذن ما نقدر نعتبره شهيد وما يحصل على تعويضات، وممكن نعتبره أنه تم قتله بقضية جنائية أو مات بقضية جنائية، ما اعترفوا بي أنه هو تم اغتياله على يد ميليشيات، ما اعترفوا بي، اعتبروها قضية جنائية وسقط حقه بالنسبة لهاي الدولة من وجهة نظرهم أنه غير شهيد ولا يستحق أي تعويض. الفكرة مشاهدينا الكرام والسؤال هو، هل يرتجى من هذه الحكومة أصلا أي شيء خير بعد كل ما فعلته للعراقيين وبالعراقيين؟ هل ينتظر منها أن تكرم عوائل شهداء سقطوا على يدها ويد قواتها؟ هل يمكن لهذه السلطة التي قمعت وقتلت العراقيين وأبادتهم وسمحت للميليشيات بأن تنتشر وتقوم باغتيالهم وخطفهم أن تقوم بتعويضهم على ما ارتكبته من جرائم وانتهاكات؟
وهل تنتهي القضية بمجرد تعويض مادي؟ من معنا الآن؟ السيد أبو باسل من السويد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا، أنا أتيت وكيل يعني الشهر الخامس. شلون؟ عفوا ما فهمت. العام السنة المضت. نعم. أنا قاعد ببيتي القصة بيا من الميليشيات. نعم. وهددوني كلية. هددوك شلون؟ صوتك بس شوية يعني بمشكلة أبو باسم، حاول تغير المكان، بس تغير المكان بس حتى أسمعك بشكل واضح. أنا هددوني كثير ويا الميليشيات. نعم. أنا داخل البيت قاعد بيتي قصة وبيع. نعم. ورادوني أصير ويا بالميليشيات. تصير وياهم؟ إي بالميليشيات. طيب. بالأحزاب. طيب. ورفضت. وهددوني قالوا لي إذا تجي للعراق وكل. سؤال عفوا يا أبو باسم حتى أفهم منك، بس حضرتك لما اتصلوا بيك وأنت موجود بالسويد؟ نعم نعم بالسويد. ليش يريدوك تنضم لهم؟ يعني شنو الفكرة من طلبهم منك تنضم لهم؟ ما ليش دقوا علي؟ دقوا أول. ممكن تقول لنا يا هي هاي الميليشيا؟ نعم هم قالوا إشياء، حتى قالوا لي ما أعرف شنو من ياي، قلت لهم من أحزب ما أتذكر، قالوا لي بيحد. طيب. قلت لهم إذا أنا ما أصير، قالوا لي غصبا عليك، فأني سبيت الأحزاب. نعم. قالوا لي أوكي، إذا أنت تيجي بالمطار إحنا رح نروح. قلت لهم وإذا أجي، قالوا لي حتى لو طب ديت قرار إحنا نكتلك الداخل. نعم. بعدين. نعم. قلت لهم زين، أنتم من رئيس مؤيدكم؟ منو هو رئيس البرلمان؟ قالوا لي حلبوش. قلت لهم حلبوشي منو؟ قاموا يضحكون. ولكن يعني صوت الحلبوشي نفسيته أنا فعلا سمعته، الله يشهد عليه. أبو باسم، وهذا يقودنا إلى أسئلة كثيرة حقيقة، وإحنا الوقت ما يدفعنا. يعني حضرتك شنو ارتباطاتك، أو شنو اللي يخلي مثلا شخص على سبيل المثال يعني أنه صابر؟ نعم نعم نعم. على العموم يعني ما هي شغلة، أنا من ذاك الوقت لحد الوقت أنا دا أفكر يعني من ذيك السنة وهاي هاي الصيفية. نعم. يعني من شهر الخامس السادس لحد هاي. نعم. أنا قاعد ببيتي والله يومية لا أكل ولا أشرب، بس أفكر أخاف أنا أنزل للعراق، أخاف يومية أربع جيت التلفزيون مهدد من الميليشيات. بس والله والله وحياة أولادي، هذا الحلبوسي هو نفسه اللي حكلي هاي شخصية. أبو باسم أنا أشكرك، أعتذر منك الوقت، شرف على الانتهاء، شكرا للمشاركة. فيما تبقى من وقت مشاهدينا الكرام نقرأ الرسائل الواردة على الواتساب الخاص بقناة الرافدين. في أول رسالة لدينا من السيد مبروك من الإمارات، يقول رسالتك طويلة جدا سيد مبروك، أعتذر سأقرأها باختصار شديد. تحية لك أخي محمد. نحن أمام عصابات دمج لا ذمة لهم ولا ضمير، سرقوا خيرات الشعب وقوتهم ولم يتركوا لهم شيئا للحياة. الثوار سيقولون كلمتهم لإزاحة هذه الطغمة السارقة الناهبة للخيرات وإيجاد الوطنيين الأكفاء لإيجاد حكومة ترعى مصالح الشعب والبلد. عاش العراق. شكرا يا سيد مبروك. في رسالة يقول أحد المشاركين السلام عليكم، رسالة من أبو عبيد من واسط، الله ينتقم من الأحزاب الفاسدة والأحزاب ما حد يطلعها غير إيران، الكذا الكذا، والله ينصر المتظاهرين بحق محمد وآل محمد. في رسالة لدينا طيب رسالة، السلام عليكم، تحياتي لك والكادر قناة الرافدين. جلسة كل البرلمان والوزارة من 2003 والحكومة لآخرها جلسة التكليف. أنا ما فهمت هاي الرسالة حقيقة من أحد المشاركين جادلين، إحدى المشاركات عفوا، اللغة المكتوبة بها حقيقة لم أفهمها، يعني بصراحة مدى أفهم شلون أرتب الجملة حتى أفهمها، ولكن بشكل عام شكرا جزيلا للمشاركة.
في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة والخلود للشيخ حارث الضاري. أخي الكريم، موضوع الاغتيالات لا يتوقف، هذا هو نهج الحكومة من 2003 لليوم. أي معارضة تهدد مصالحهم الشخصية ينهوها بالقتل بمد إيراني. نسأل الله أن يثبت إخواننا في ساحات الاعتصام. في رسالة أبو السمية من الأنبار، لسان حال المتظاهرين يقول: أسد علي وفي الشروق نعامة، هل عرفت القدر يا خوارو؟ طيب، في رسالة عفوا: يا أخي، حتى الصين الكفار لم يفعلوا فعلتنا، أنت تعرف ماذا يعبدون، ولم يقولوا لهم اذهبوا والعقوا فلان وعلان وتمثال الفلان والعلان، ونحن هنا في العراق يأتيهم أمر من إيران للمعممين لتوجيه الناس للزيارة. الله يخلصنا منهم. مصطفى من بغداد، شكرا لك. في رسالة: أخوكم أبو طالب من محافظة واسط، نعزي ذوي الشهداء كرار وقدوس، ونعزي ميسان والشعب العراقي كافة، ونرجو من شيوخ عشائرنا من الجنوب إلى الشمال بالانتفاضة ضد من غدر بأبنائنا من الميليشيات والأحزاب. وشكرا لك أخي محمد، شكرا لكل من شارك. وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام، أشكر الجميع لطيب المتابعة، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى اللقاء.